انتهى عام ودخل آخر، والحرب في قطاع غزة لا تزال على أشدها. فمع بدء أول دقيقة من عام 2024 أضيئت سماء غزة بالقنابل الضوئية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد إطلاق حماس وابلا من الصواريخ تجاه مدن إسرائيلية في الثواني الأولى من العام الجديد. حماس قالت إن صواريخها التي أطلقتها من طراز M90 جاءت رداً على الغارات الإسرائيلية على القطاع التي اشتدت خلال الساعات الأخيرة من عام 2023. ومع انطلاق دوي صفارات الإنذار بسبب تلك الصواريخ في مدينة تل أبيب وضواحيها وغلاف غزة وبعض المستوطنات بالضفة الغربية، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنها لم ترد تقارير حول أي إصابات مباشرة للصواريخ التي حاولت القبة الحديدية صدها. وبينما تقترب الحرب على غزة من إكمال شهرها الثالث، تتواصل المساعي الدولية لإنهائها أو على الأقل تنفيذ هدنة مؤقتة لوقف معاناة المدنيين، إذ وصل عدد القتلى منذ بدء الحرب لنحو 22,000، وتجاوزت الإصابات حاجز 56,000، فيما نزح ما يقرب من 1,900,000 مواطن داخل قطاع غزة بعيداً عن مساكنهم، وفق آخر بيانات للجهاز المركزي للإحصاء.